كاين شي عباد قلت ما نديرلهمش فيديو، مي كيما قلت تحتمت باش نديرلهم فيديو. جي في لا فيديو نتاع هضرت مع واحد انسان في سكايب، قال لي دو سيد دا فيديو راه يقول بلي 85% ديزاجيني سون دي بيت و 15 ماشي. اي دونك ما درتش فيديو. بريمون انا دخلت نهار اكسبتي دي كوم فراند شغل صاحب لي فيديو نتاعو كاع شفت بيهم شفتهم بالك يا ربي واحد 3 مينيت شتي با انتيريسي باسكو شفت واحد الفيديو ما عجبتنيش اي قلت با انتيريسي بصح خليتك في لاليست نتاعي. بصح كي شفت فيديو تاع رايس ورايس انا مسلم عليه خويا، كي شفت فيديو تاع رايس وشفت الكومنتار تاعك تسبلو فيه ما اون بليس ديك الفيديو تسبلو فيه ما تما قلت لازم ندير فيديو واجب عليا ندير فيديو. حاب نقول لك حاجه يا جان بابيش، الناس اللي عملوا في كاشيات ولا في بومبيو لازم تتعلم فهمني حاجه للعيب ساهل باش تكون مليح مع الناس كاع سي ديفيسيل. اوكي صديق والله صديق العضية صديق من يجي كاين واحد أجر واحد وهاني واحد بريق واحد مصطيف واحد باش تعلم كاع العقلية نتاعهم سي سي ديفيسيل. وانت ما جبونس با بلي راح تعلم العقلية نتاع الناس كاع هادو باسكو راك غطاش. اوكي انا قلت لك كنت كوم انامي في لاباج تاعي مي نحيتك اسمح لي نحيتك. زدت اليوم هذا شفت الفيديو نتاعك درتها للرئيس وتسبلو في يما. حابين نسقسيك حاجة بقية نتايا برك قول لي كي الستاتيستيك اللي جبتهم نتايا 85% لي زارجيان سون دي بيت، منين جبت الستاتيستيك هذا 85% كي تقول سون دي بيت شحال يبقى 15؟ بصح نتايا واش راك داخل ماشي داخل فاميلتك فاميلي ولا مدخلين؟ راهم داخلين في 85 ولا داخلين في 15؟ هذا لازم تفهمنا فيها، هذا لازم نفهم باش نعرف. جو بونس على الفيديو اللي كدير فيهم السبه اللي طيح فيهم طيح، جو بونس راك داخل مع ال 85 انت ما على بالكش. اوكي دونك انا جيت لهنايا باش نضرب معاك ولا ندوس معاك ولا ندير لك فيديو، ندير لك فيديو هذي ولا نزيدش ندير لك فيديو فهمني؟ فيديو هذي وتحبس تم دير لك كيما واحد هذاك الغبي زعني هذاك الفيديو وحبسته تما باسكو لو كان ندير لك دي فيديو نهبلك الوغ ما نحبش ندير لك بيبليسيتي فاهم العبسه باش ندير لك بيبليسيتي ما نحبش ندير بيبليسيتي بس سب امهة الناس هذه ما تجاوبش عليها المداح ما تجاوبش عليها البلاح فاهمني هذا مول بي سي دير واش حبيت مول كاميرا دير واش حبيت بصح في رياليتي ما جبونس با تقدر تسبريم فاهم دونك ماذا بيك شويه اقدر ولا ما حبيتش تفهم ولا انا جو في لابير فهمني كاع لي جون اللي هم ابوني عندك نحو لابونمون عندك باسكو انا لو كان نريح ابوني معاك نحس روحي بلي من 85% ومانيش حاب نروح نكون 85% باسكو نعرف فاميلتي ونعرف مولي ونعرف خياتي. اوكي دونك ماذا بيك خذ سيكي من روحك الله غالب سيري غير سيكم روحك باسكو لي فيديو تاعك ما راهمش عاجبين اطول انا ديزون ما نجيش نشوفهم باسكو جيت نبلوكيك ماذا بيك تبلوكيني فهمني باسكو مانيش حاب نجي نشوف لي فيديو تاعك وانا لي فيديو درتها باسكو الناس هضروا معايا في سكايب قالوا لي ها شو شو يهضر شو يهضر لي درت لا فيديو سينو ما نديرلكش فهمني باسكو انا لازم العباد اللي نديرهم فيديو لازم نخيرهم فهمت نسيليكسيونيهم نوزنهم نحطهم في الميزان باش نديرو فيديو. هذا تاع الزط والرايط وزوج طرمود هذو هذا ما نديرهمش فيديوهات فهمني كيما سيد هذا تاع الفيديو سيد اللي با نورمال في راسو مسكين مريض ويدير في فيديو ويسيف الغاشي ويدير فيديو فيها تطيح يدير فيها القرآن تاتي لي با نورمال خو تربي يجيبلك الشفا ان شاء الله راك عارف روحك تاتي با نورمال اطول ماذا بيك
مش تشوف 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 كيشوف انت لازم انت لازم يكون رقيه رقيه دي عشان فاهمني لازم انت رقيه بدي عشان بيتو بوسيل وانا خايف ندير لك لي فيديو فاهم طلع لك لي فيديو وكيش ما ندير في روحك دونك مانيش حاب انا ندخل في لعبك خليك هكذاك من لي كومونتير لازم يديروا في لي كومونتير هذاك بيهم ينحوا لي كومونتير باسكو لي كومونتير كي يديروا لي كومونتير راك دير دو قيمه ودير لا بوبليسيتي الانسان حاب يدخل في في يوتيوب حاب يدخل مع لي كرون بنقولوا فهمت حاب يدخل مع مالا مالي حاب يدخل مع ما باش هنايا الناس دي كرون في اليوتيوب ما عرفش كيف يدخل فهمت دونك توما الناس يديروا لي كومونتير بارك الله فيك ولا يديروا كومونتير ولا تما كي تقول كومونتير ديروا كومونتير يقولوا ماشي حق عليك ما ديروش كومونتير باسكو ديروا كومونتير مع اللي يقراوه فهمني يولي يغلق الكونت تاعو هو بروحو دونك ماذا بيكم و جو ريميرسي اخ واحد اسمه جي بي سي الله يعلم الملك انا ما عرفش منين انا جي بعد كان انفيتاسيون كوم كوم ان امي نتا لي جون كيما نتايا هضرت على لو سوجي نتاعنا تاع سكايب ولا على الكونفيرونس قول لك يا اخو بارك الله فيك ما على باليش اسكو صافي لونتو تشوف في الفيديو انا ما نعرفكش يقول لك اللي هو اللي عمره ولا يقول لك صالحنا في احنا هو اللي عمره ولا عجل اللي في عمره جيس نقول لك بارك الله فيك باسكو تيزاناليز سون بريسيز والناس كاين بزاف اللي ما على بالهمش بشي عباد اللي راهم يخسروا في اليوتيوب مي نقول لك كاين حاجه اخو هاد العباد سون يقدر يدير باكت يدير عهد مع الشيطان فهمني إذا انفيت لي جون بور فار لي انترفيو في سكايب يقدر يدير باكت مع الشيطان وراه دار دار دي فاصون دار 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 فهمني بار لي مناس بار هادي بار هادي بار هادي دير سي سي تي في سي سي تي في سي سي تي في اليوم تحدث معك تحدث معك ان اكسبير سي سي تي في فهمني لي زونغلي دخلتهم للحبس قسما بالله دخلتهم للحبس غير بسي سي تي في تعمل عليهم بسي سي تي في نعلمك في سي تي في بصح كاين شي حوايج ما نقدرش نعلمك فيهم باسكو راهم هنايا في الدماغ فهمني العقل تاعك والعقل تاعي ماشي كيف كيف فهم تعال تروح للبوليس ستيشن تاع هولبون نقول لهم محامي تلقى اسمي محطوط تما في الزارشيف ماشي مع التريون باش نفهمو مع الماس تاع السبيساليتي تاع السي سي تي في وكاش نهار نوريك لي ديبلوم باش تشوفهم وتشوف مع من تهضر تهضر لي على لو مال دو لوند ما دونك انا نشوفو قدامي نشوف فيه قدامي هو انا ونحكيك المال دو لوند خايب المهم المهم هذه فيديو خفيفة كيما قلت هذاك دي ار ما نباليش مانياك لو اسمو بس كيس بان دكتور كل بول دكتور يمكن واحد يكون كواليفي باش يقول هذا دكتور تاني سي اللي هو يدير في الفيديو على في الفيديو يسال في دار النخلة بدا بيك نحي لي فيديو خلي الفيديو تاع لي دولي تسب فيهم لي ماشي مشكلة با بروبليم انا خليهم وشنو هو ما ديرش لي فيديو اللي فيهم قران درت الفيديو فيها هادي ودرت معها آية قرآنية فهمني هادي كنا نعرف سيجي فيه قطيع على مالباليش وضعت على آية قرآنية هذا بيك نحيا نحيا من حمابة باسكو انت وكان حكمك من قولك فهمني انت ديجا 50 كيلو مش مخ فهم ما فيك والو وانا قلت لك في السكايب ما تهضرش معايا اخو والله لقيت كاين نهار قلت ما تهضرش معايا انا اللي خايف منك انت 50 كيلو مش مخ وانا خايف منك في السكايب ما تهضرش معايا جوج ما قالوا لي هضر معاهم ما نهضرش معاك انت ما نهضرش معاك باسكو انت تي مي توب شانت انا نسهر معاك هذا باش يقول هذا اوكي دونك حبيت دير لي فيديو على لي دو دير لي فيديو على لي ماشي مشكل سا سا ديرونج با واش هو افير تاع الدين تاع تاع القران ودير آية قرآنية في فيديو تاع تضيع لا خيرك تقول لي يماك راهي تشوف لي فيديو هكذا يماك راهي تشوف لي فيديو ما شغل نتاع بالك راك يماك تلقى فيديو في فيلم اكس تفهمني فيلم اكس موان 18 طون تدخل يماك ولا يماك يتفرجي باسكو نتا دير في لي فيديو تاع تضيع وحاشا اللي يماك راه يدير في راه تشوف في الفيديو تاع تضيع باسكو نتا تقول كيما قالوا الجماعه
انت اللي تقول بلي يماك راه تشوف لي فيديو، راك تشوف لي فيديو تقطيح، انت دير لي فيديو تقطيح، يماك تشوف لي فيديو تقطيح، شغل راك تلقى فيلم تاع فيلم تاع كانال بلس. انا هذا واش نقول لك؟ نقول لك شغل ربي صور ربي يهديك ولا يهديك.